السلام خوتي وخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى من الله ما نطولش عليكم في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غنبداو بها وهو السومو. انا هذا كنستعملو غير الحوت، عندكم تصاحبو ديال فاطمه، هذا ديال الحوت. تشدهم وحده بوحده، وحده جوج ثلاثه، نفس الشيء كذلك هنايا. هذا قلنا غادي نديرو به لي بات، يعني غادي ناخذو مميز وغادي نمشيو معاه من هنايا. كاين هاد العظام ديالو، نمشيو معاه بحال هكايا، حيت هنا كاين الشوك، شوما الشوكات كبار. هذا ما تلوحوش، غنقول لكم اش غنديرو به. الجلده تبقى لتحت ودوزو الموس. فوالا، هذا ديال الطبق الاول درناه، غادي ندوزو للسول كيفاش هو نقيو. بالنسبه للسول كله الطريقه ديالو كيفاش كينقيه، على حساب كيفاش غطيبوه. كتقيسو هنا كتلقاو الامعاء ديالها والمعده وداك الشيء والقلب ديالها مقيس. واحد الضريبه هنا كومسي، مساعده بموس بهذه الطريقه هكذا. يتقشر بحال هكايا بطا من هنايا. غسلناها، غنخليوها تسكتر بحال هكايا، راسها يبقى لتحت في شي شبكه ولا فاش ما درتوها. الحوت نقيناه، غسلناه، حطيناه يتسكتر. غادي نمشيو نصاوبو هذاك الشيء اللي كيطلب الوقت بزاف. غنصاوبو بوري دي بطاطا اللي هو واحد الطبق كيموتو عليه الصغار والكبار. غادي نوريكم الطريقه ديالو سهلة مهلة بدون مكونات غريبة، وغادي نقول لكم من بعد اش غنديرو تاني. ديرو الماء طيب بعدا كيل باش نسرقو فيه بطاطا، لا شعلو هادي، الماء بارد ديرو فيه بطاطا مغسولة بحال هكايا كومسي، إي فوالا. وإلا درنا الماء بزاف أفاطمة، نقصو شوية ديال الماء كومسي، تدو عليه بعد تقريبا شي نص ساعة ديال الوقت. قلبو يوسف بارك يلحق عليا، باقا شويه باقا يوسف جوج دقائق اخرى وهي موجوده. دابا كنظن غادي تكون طابت ابوستو، ديوا صافيوا. السمك ديالنا نشف، درس ديال الثومه معزوه بالموس، الربيع شدوه فوق من الثومه قصو. فوالا الربيع ديالنا موجود، غنديروه في شي طاوه. غادي نحتاجو شي لاطا، ستفوهم بحال هكايا كومسي، واحد هنا مليحه، فرفوري الاسود هو البزار، معدن نوسي، الزيت، دهنو بيديكم بحال هكايا. غادي نخليوه يرتاح واحد شويه بينما ما وجدنا الشابلوغ. الشابلوغ هو الخبز المحكوك، كيتباع في اي مكان مشيتو ليه. الا ما فيكم ما يمشي يشريه، ممكن لكم تصاوبوه في الدار، خبز كارم وطحنوه في مولينيكس عادي وغربلوه. غنديرو فيه توا الربيع او بادنوس، الملح، شويه زيت الزيتون، خلطو، خصو يجي بحال شويه يابس. فوالا اللاطه ديال الفران، ثم ورق الزبادي ولا اش كيسميوه، قليل من الزيت بالصول، حطوه بحال هكايا دوروا كومسي، ستفو في اللاطه، معسوها شويه في الزيت بحال هكايا، ممكن لكم ديروا ليها بحال هكا، ستفو واحده اختها. نمشيو للسومو او السلمونه، نفس الشيء، حطوا مربدو، غنديروه هنايا. هاد الزيت اللي شاط ليكم هنايا غتسكترو فوق من الحوت بحال هكايا، فوق السمك. فران 180 درجة فوق ولتحت، والفلفارة إلا عندكم، إلا ما عندكمش فلفارة ماشي مشكل، ديرو الفوق ولتحت تقريبا نص ساعة، على حساب النوع ديال الفران ديالكم، وعلى حساب شحال الغلط ديال الحوت ديالكم. بسم الله، 180 درجة كومسي، نتشوفو من بعد نص ساعة. طاطا بردت، ما يبقى لينا غير نمشيو نقيوها. راكم كلكم تعرفوا تنقيوها،
فوالا. اللي ما عندوش هذا ديال البطاطا ممكن لا يستعمل ايدين ولا فورشيطه ولا الطحانه ديال المطيشه بحال بحال. انا غنعيق عليكم شويه اليوم وصافي. رجعوا فوق البوطه. بالنسبه للمقادير ديال البطاطا غتلقاو مكتوبه كلها لتحت. دابا غنضيفوا ليها الزبده. الزبده غادي نديرها على جوج مرحلات، شويه دابا وشويه من بعد. وغنضيفوا دابا الحليب، الزبده ثم الحليب. نقسم البوطه على الحد ديالها. تيجي الكوزه غديروا منها شويه، كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش، ولكن التقاليد الايطاليه كيديروها واللي ولادو فيهم الجعره يكثر. زيدوا شويه حليب حتى هو. باقي عندنا شويه الزبده ما دابش، غدوب دابا. هذا البارميجان وقلت بارميزان، اللي عنده يديرو اللي ما عندوش ما يديروش. شويه ديال الحليب باش داكشي يذوب لينا. وراكم التخلاط ثاني اخر مره، خاصو يكون هكذا مجاري مع عاقد. غادي نمشيو نوجدو لاصوص ديال لي بات اللي غادي نديرو. الو هاد لاصوص اللي غنصاوب لكم ممكن لكم ديروا بها الرز، ممكن لكم ديروا بها اي نوع ديال لي بات بغيتو، سباغيتي بيني فوزيلي اللي بغيتو. التقطاع ديالو من الاحسن قطعوه شويه يكون صغير بحال هكايا، اصلا هو كيذوب في المقلى. على هذا الشكل فوالا. تعو القرات ديال الخضره، ثم نحتاج الى قرعتين او كورجيطتين. حيدوا لي الراس ديالها، غادي نحاولوا نديروها رقيقه باش طيب لينا بالزربه. بيني وبينكم قرعه كافيه بركه كاينه الوليدات، بلا ما تبقاو تكثروا الطباسل وداك الشيء توسخوا الدنيا. في نفس الطبسيل اللي فيه السومو غنديروا فيه القرعه فوالا. وما تنساوش الجميمات، وما تنساوش قليبات، وما تنساوش تعاليق، باش نبقاو ديما نزيدوكم في الوصفات. وكتبوا لينا من اي مدينه ومن اي دوله انتم كتفرجوا فينا. و غادي نمشيو نديروا هذا الشيء هو اللي خاصو ضروري يكون موجود عندنا. غادي نحتاجوا طنيجره خاويه، غنديروا فيها نص بصله، درايسات ديال الثومه بقاميجتهم، رجلين ديال الكرافس يعني الورق ديال الكرافس، وشي رجل هادو الكرافس الروميين، عندكم تصاحبوهم شي حاجه اخرى. هاد السوم اللي قلت لكم ما تلوحوش، كي الشوك فيه غير الشوك هو داك القلب اللي نقينا، غادي نديروه هنا. بويون هو مرق السمك، هو هذا ممكن له يبقى في الثلاجه حتى 5 ايام. غادي نعمرها بالماء ونجي عندكم. غنسدو عليه، حطوه فوق البوطه، شعلوا العافيه وخليوه يغلى مزيان. البويون ديالنا فاض، حلو خليه يبرد واحد شويه. بسم الله، باش الا كانت شي شوكه تبقى الفوق باش بالوليدات كاع ما تمشي ليهم شي شوكه. حيدوا الصفايه. بالنسبه لهاد الحوت اللي باقي هنايا ممكن لكم بشويه بشويه تحيدوه وديروه في لاصوص. المقله الزيت، واخا في السومو اغلبيه كيديروا الزبده، انا كندير الزيت. الربيع اللي قطعنا قبيله فيه الثومه، يعني ما غنحتاجوش نزيدو الثومه. الربيع عايش نشن بحكه شويه. نضيفوا القرعه، خلطوا وجلطوا. هذا البويون ديالنا غنخليوه هنا باش ما نتلفكمش. بينما تشحرت القرعه غنديروا الماء ديال لي باطي طيب، لان هاد لاصوص بالزربه كيطيب. اليوم الصراحه كنت باغي ندير الروز بهاد لاصوص ديال السومو كيجي زوين، ولكن البنيه كتبغي ليا لي باط، اش غندير ليها؟ كتبغي ليا لي باط. انا عارف بزاف ديال الناس كيقول لك حق لا، حيت المكونات ديال الطاليان كيجيو ساهلين، كتصدق لك الوصفه وهذه وهذه وهذه. اليوم غنخدموا بداليا اللي هي مغربيه، واللي هي اول شركه مغربيه كيعطيوها التتويج ديال احسن لي باط السنه اللي الماضيه. غاستروميكس اللي هي شركه مغربيه واول شركه في المغرب اللي هي تبارك الله كدير شي حوايج اللي هما باقا ما كاينينش في المغرب في اي بلاصه. وغاستروميكس راها غنيه عن التعريف، معروفه بالموتزاريلا، وفي اغلبيه المطاعم راكم كتشيو تاكلوا البيتزا ولا الموتزاريلا ولا داكشي، راه كلشي ديال غاستروميكس، لانها شركه صراحه اللي هي عندها الجوده وعندها الكاليتي. كيبقى لكم الاختيار دائما في المكونات. انا غير كنصحكم وكنقول لكم ها شنو كناكل ولادي، وها شنو كنطيب، وها باش كنخدم، لكن نتوما كيبقى لكم الاختيار. القرعه ديالنا طابت،
غادي نديرو السومو ملي بان لكم السومو خاض هذا اللون هذا غادي نضيفوا ليه واحد مغرف ديال اللوبويه ومليحه. داكشي علاش قلت لكم ما ديروش الملح هنا في اللوبويه. شويه فلفل اسود هو البزعر. خلطوا وجلطوا سدوا عليه نقصوا البوطه بينما ما طاب لينا الماء ديال لي بات. كيف بان لكم انا حولت الكاميله اللي غنسلقوا فيها وحولت المقله. علاش؟ حيت هنا عندي البوطه قويه باش نسلقوا لي بات وما تجيناش معجنه وتجينا في احسن حاله. خصها ضروري البوطه تكون قويه. حيدوا الغطايا والملح ديما حتى يغلى الماء. الملح باغيتي بسم الله. كاينه فاطمه اليوم راه خصني نكثر ضروري ما نكثر كل شيء طيجعل البركه. من 80 غرام حتى 120 غرام على حساب شحال كتاكلوا. وديما ننصحكم تشدوا الوقت، راه الوقت مكتوب هنايا هانتوما. كيبان لكم الماء كيغلى مزيان، حاولوا تحركوها ضروري من التحراك بحال تفتلوها. السومو ديالنا طاب، قرعه طابت. غنزيد واحد المغيرف ديال الماء اللوبويه وغادي نديروا لها قشده طريه. بسم الله فوالا قفلوا سدوها مزيان. وممكن لكم ترجعوها للثلاجة وتحتفظوا بها حتى لمدة 5 أيام ولا 6 أيام. خلطوا وجلطوا نضيفوا لها واحد شوية ديال الماء باش ما تجيناش عاقدة بزاف. سدوا عليها وخليوها البوطة مهيلة بينما تسرقت لينا سباغيتي واحد جوج دقائق. سباغيتي ديالنا طابت، لاصوص موجود، ما يبقى لينا غير ناخذ سباغيتي ديالنا ونديرهم في المقلة كوم سي. خلاط بجلع، سمحوا لي ولكن انا كندير بحق. يا سلام يا سلام يا سلام. فاطمة تواصل. كل شيء حاضر ناظر موجود، ما يبقى لنا غير تقديم والماكلة كوم سي. فوالا شوية العياقة شوية تعليكة ضروري من شوائق ديال العياقة من الفوقية كل شيء. يا سلام ماما مي. الطبق الرئيسي ديالنا تا هو موجود، عبارة عن السمك اللي طيب طبسيل. بسم الله. ثم العياقة ديال البوري اللي غادي نرافقوه بهم كوم سي. شوية ديال الحامض الفوق من الحوت. بسم الله. سمحوا لي العيرات اللي كيتوحموا. بالصحة والراحة. ماماي